عندي انخفاض في احترامي الذاتي أو عدم شعوري بالجدارة أو بالاستحقاق. هو إذا كنت تخجل أن تقول لا، نعم وأن كنت تخجل أن تقول لا، بمعنى أن يكون عندك ضعف بالتوقيت، هذه من علاماتها أنك تقبل بالمعاملة السيئة وما تنكرها. من علاماتها أنك تقبل أن الآخرين يستغلونك. من علاماتها أنك تضع أخطائك على الآخرين، ما تتحمل المسؤولية. من أخطاء أنك تتقبل المعاملة السيئة للآخرين، انك تتنازل عن حقوقك وواجباتك، حقوقك التي تستحقها، سواء في العمل، في الاسره، في الزواج، مع شريكك، في العلاقات. فكونك يعني تتنازل عن هذه الحقوق، فهذه ايضا من علامات ان عندك الاستحقاق من الحب. يجب انك تكون عندك ايمان بانك تستحق الحب، تستحق الاهتمام، تستحق العطاء، تستحق الاحترام. فاذا ما كانت هذه الاشياء موجوده لديك، فانت تجدك دائما متذبذب في علاقاتك وغير ناجح فيها بشكل عام يعني. نعم، طيب دكتور، يعني كيف تؤثر